دولة فيها 100 مليون عايز تعمل لها شبكة طرق عاملة ازاي؟ عايز تعمل لها طاقة كهربية عاملة ازاي؟ عايز تعمل لها غاز ازاي؟ عايز تعمل لها مدارس ازاي؟ عايز تعمل لها جامعات ازاي؟ عايز تعمل لها مستشفيات ازاي؟ عايز تعمل لها فرص عمل ازاي؟ احنا بنموت نفسينا عمل وجهد وفكر عشان نطلع بفضل الله سبحانه وتعالى بالدولة دي لقدام. احنا عملنا خطوة للألف خطوة عشان الدولة دي تبقى دولة بجد.